السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته متتبعي قناه المصور محمد العيدي. كما كتعرفوا يوميا تقريبا ولا كل يومين كندير جوله في احد الاحياء او في احد الدواوير ديال مدينه تنغير، ولهذا بغيت نوضح يعني هذه المساله هذه او هذا الاشاره هذه. فيعني الدور اي حي او اي دوار صورتو الا وكان لقى عليه الطلبات بزاف في التعليقات ديالكم. اليوم مهم عندنا ان شاء الله جوله هنا بحي بدوار ايت الحسن عليه، وهذا اللي كنشوفوا رايا من هنا من هذه الزنقه هذه غادي ندخل ليه. ولكن المشكل ما كنعرفش يعني الاحياء بالضبط فين في كيبدا الحي وفين كينتهي، ومع عليا ندير المهم شي جوله تما على حساب الارضاء الناس اللي دايرين تعليقات بزاف على الحي ديال ايت الحسن عليه. المهم عليا بقاو معايا ان شاء الله، معاكم المصور محمد العيدي من تنغير. سيدي ربي يا حنين من جاي اشطاط، اشطاط مولاي محمد اللي غيتني يا سلاتي والسلام وعليك سيدي النبي يا يسم قلنا الخير ربي اسم دا غرجا يا سلاتي والسلام وعليك سيدي يا اسم قلنا الخير ربي اسم دا غرجا ايطان زباروك واك ابدا خسي ودني ايطان زباروك واك ابدا خسي ودني يا دوج فوضنا الروح عيني كردي غنها يا حنين من جاي اشطاط اشطاط مولاي محمد اللي غيتني يا سلاتي والسلام وعليك سيدي النبي يا يسم قلنا الخير ربي اسم دا غرجا يا سلاتي والسلام وعليك سيدي النبي يا اسم قلنا الخير ربي اسم دا غرجا ايطان زباروك واك ابدا خسي ودني ايطان زباروك واك ابدا خسي ودني يا دوج فوضنا الروح عيني كردي غنها يا حنين من جاي اشطاط اشطاط مولاي محمد اللي غيتني يا سلاتي والسلام وعليك سيدي النبي يا يسم قلنا الخير ربي اسم دا غرجا يا سلاتي والسلام وعليك سيدي النبي يا اسم قلنا الخير ربي اسم دا غرجا ايطان زباروك واك ابدا خسي ودني ايطان زباروك واك ابدا خسي ودني يا دوج فوضنا الروح عيني كردي غنها يا حنين من جاي اشطاط اشطاط مولاي محمد اللي غيتني يا سلاتي والسلام وعليك سيدي النبي يا يسم قلنا الخير ربي اسم دا غرجا يا سلاتي والسلام وعليك سيدي النبي يا اسم قلنا الخير ربي اسم دا غرجا ايطان زباروك واك ابدا خسي ودني ايطان زباروك واك ابدا خسي ودني يا دوج فوضنا الروح عيني كردي غنها يا دوج فوضنا الروح
ربي يا حنين الملقى يا شطاط شطاط مولاي محمد ديدي غيتني يا السلاة والسلام وعليك سيد النبي اسم جل الخير ربي اسم ده غرجة يا السلاة والسلام وعلي سيد البي يا اسم جل الخير ربي اسم ده غرجة ايطان زباروك ويبدا خسي ودني ايطان زباروك ويبدا خسي ودني دج فوقنا الروح عيني كردي غنها دج فوقنا الروح عيني كردي غنها سيدي ربي يا حنين الملقى يا شطاط شطاط مولاي محمد ديدي غيتني يا السلاة والسلام وعليك سيدي اسم جل الخير ربي اسم ده غرجة يا السلاة والسلام وعليك سيد البي يا اسم جل الخير ربي اسم ده غرجة ايطان زباروك ويبدا خسي ودني ايطان زباروك ويبدا خسي ودني دج فوقنا الروح عيني كردي غنها دج فوقنا الروح عيني كردي غنها سيدي ربي يا حنين الملقى يا شطاط شطاط مولاي محمد ديدي غيتني يا السلاة والسلام وعليك سيدي اسم جل الخير ربي اسم ده غرجة يا السلاة والسلام وعليك سيد البي يا اسم جل الخير ربي اسم ده غرجة ايطان زباروك ويبدا خسي ودني ايطان زباروك ويبدا خسي ودني دج فوقنا الروح عيني كردي غنها دج فوقنا الروح عيني كردي غنها سيدي ربي يا حنين الملقى يا شطاط شطاط مولاي محمد ديدي غيتني يا السلاة والسلام وعليك سيدي اسم جل الخير ربي اسم ده غرجة يا السلاة والسلام وعليك سيد البي يا اسم جل الخير ربي اسم ده غرجة ايطان زباروك ويبدا خسي ودني ايطان زباروك ويبدا خسي ودني دج فوقنا الروح عيني كردي غنها دج فوقنا الروح عيني كردي غنها سيدي ربي يا حنين الملقى يا شطاط شطاط مولاي محمد ديدي غيتني يا السلاة والسلام وعليك سيدي اسم جل الخير ربي اسم ده غرجة يا السلاة والسلام وعليك سيد البي يا اسم جل الخير ربي اسم ده غرجة ايطان زباروك ويبدا خسي ودني
هنا فين كانت واجد دابا كيتسمى بإغرمة قديمة ديال دوار آية الحسن علي، ولكن بحكم أنه كان مهجور وكانوا كيستغلوه هادوك اللي كيروجوا المخدرات وداك الشيء. المهم عليا ملي ندخلوا في التفاصيل هادو، المهم على أيين تردم الحي القديم تردم. ومن هنا ان شاء الله غادي نبغي نوجه يعني واحد النصيحه للاحياء الاخرى، حول ما امكن ما توقعوش في هذا الخطا هذا اللي وقع فيه هذا الحي هذا، حول ما امكن التراث القديم ان شاء الله نحاولوا نحتفظوا عليه، ونحاول ما امكن نديروا مراسله نرسلوا هنا، ربما نطيحوا في شي او رجل مبارك او مسؤول مبارك اللي يعاونكم ان شاء الله ترمموا الحي ويبقى مأثر او يبقى من مآثر السياحيه. لحقاش صراحة السياحة هي كلشي، إلا كاينة السياحة في الدولة غتطلع، ما كايناش سياحة بلا سياحة بلا منعيو روسنا. المهم علي النصيحة ديال الأحياء الآخرين، حاول ما أمكن تحتفظوا على التراث القديم، خصوصا الأحياء حاول ما أمكن ترمموها. سيدي ربي يا حنين أمين يا يشطاط، سيشطاط مولاي محمد ديدي غيتني صلاتي والسلام وعليك سيدي النبي، يا يسم جل الخير ربي اسم داغ رجا، يا صلاتي والسلام وعليك سيدي النبي، يا يسم جل الخير ربي اسم داغ رجا. ايطان زباروك واك ابدا خسي ودني سيدي ربي يا حنين أمين يا شطاط، شطاط مولاي محمد ديدي غيتني يا صلاتي والسلام وعليك سيدي النبي، يا يسم جل الخير ربي اسم داغ رجا، يا صلاتي والسلام وعليك سيدي النبي، يا يسم جل الخير ربي اسم داغ رجا. ايطان زباروك واك ابدا خسي ودني سيدي ربي يا حنين أمين يا شطاط، شطاط مولاي محمد ديدي غيتني يا صلاتي والسلام وعليك سيدي النبي، يا يسم جل الخير ربي اسم داغ رجا، يا صلاتي والسلام وعليك سيدي النبي، يا يسم جل الخير ربي اسم داغ رجا. ايطان زباروك واك ابدا خسي ودني سيدي ربي يا حنين أمين يا شطاط، شطاط مولاي محمد ديدي غيتني يا صلاتي والسلام وعليك سيدي النبي، يا يسم جل الخير ربي اسم داغ رجا، يا صلاتي والسلام وعليك سيدي النبي، يا يسم جل الخير ربي اسم داغ رجا. ايطان زباروك واك ابدا خسي ودني سيدي ربي يا حنين أمين يا شطاط، شطاط مولاي محمد ديدي غيتني يا صلاتي والسلام وعليك سيدي النبي، يا يسم جل الخير ربي اسم داغ رجا، يا صلاتي والسلام وعليك سيدي النبي، يا يسم جل الخير ربي اسم داغ رجا. ايطان